بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنزل على درجة المشاهدة، قال فصل، قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم في لوائح نور الوجود منيخة لفناء الجمع. مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم، هذه من العبارات المستنكرة في كلام الشيخ غفر الله له، وهو أنه دائما يفترض خصومة بين المعرفة وبين العلم. المقصود بالمعرفة أحوال القلب، والعلم الأمور الظاهرة، الأحكام الظاهرة. إلا أن نحمل كما سبق مرات في هذه المحاولة لتأويل الكلام على معنى حسن، أن يكون المقصود بالعلم العلوم الأجنبية عن الكتاب والسنة التي انشغل بكثير منها أهل زمانه، فأدت إلى نوع من القسوة في القلب كعلم المنطق والكلام وكثرة استعمال الأقيسة العقلية بعيدا عن النصوص. فهذا مع أن هذا ليس المحمل عندهم، لكن نقول لو حملناه على ذلك لكان معنا حسنا. أما العلم الحقيقي في الكتاب والسنة فيستحيل أن يكون بينه وبين المعرفة خصومة أو منازعة أو اختلاف، بل هو مصدر المعرفة، مصدر أحوال القلوب الطيبة. إنما تزكو القلوب وتعرف ربها بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى من خلال نصوص الوحي المنزل كتابا وسنة. في لوائح نور الوجود، يعني قد لاح له أنوار الوجود أن يجد الطريق إلى الله عز وجل، أن يجد الله سبحانه وتعالى. يجد الله يعني يجد الطريق إلى قربه وإلى مرضاته، وأن يعرف أن غاية أمنية العبد أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا وجد لذة القرب قد لاحت له أنوار الوجود، أنه يعني كما يقال، إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، تجده مغيثا لك، معينا لك، تجده محبا لك، تجده مجيبا قريبا، تجده بأسمائه وصفاته رحيما رؤوفا عليما حكيما عزيزا كريما سبحانه وتعالى. فهذا معنى الوجود. ومعنى آخر والله أعلى وأعلم، كثيرا ما يشير إليه، هو إذا عرف حقيقة وجود الرب سبحانه وتعالى اضمحل في شعوره وجود المخلوقات. والمقصود أن ينظر في الأزل والأبد فيصغر في قلبه جدا إلى درجة يعني تقترب من الشعور بالفناء المطلق، أنه ليس هناك مقارنة بين وجود العبد ووجود الرب.
وهذا المعنى أقرب إلى كلامه، وإن كان من الجهة الشرعية ليس العبد مطالبا إلا بأن يستصغر نفسه ووجوده، وأن يعلم أن الله أكبر، وأن الله هو الأول، وأن الله هو الآخر، وأن يستصغر بذلك كل ما منه من العبد، ويعظم كل ما من الله عز وجل. يستصغر نفسه ولا يرى نفسه فضلا ولا يرى نفسه قدرا، بحيث أنه لا يعمل من أجل إعلاء شأن نفسه بين الناس، الذي يدفع إلى الرياء والسمعة والعجب والغرور هو أن يكون الإنسان مستشعرا كماله، كمال نفسه، والذي يجعله تضمحل في نفسه هذه الأشياء هو أن يشهد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أن يشهد أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فأنت كنت عدما، من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فاضرع إلى الذي عصرك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد بالأسباب. فعند ذلك يشهد الجمع منيخة بفناء الجمع، بمعنى أنه قريب من الجمع. شهود الجمع معناه أن يشهد أن كل الأمور من عنده سبحانه وتعالى، ليس لنا من أنفسنا في يعني الفضل و يعني الإحسان نصيب، إنما هي محض منة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فيكون نور الوجود أن يشهد وجود الرب سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ويشهد صغر الخلق جميعا، فهذا يترتب عليه صلاح النفس، صلاح القلب، بأن تضمحل منه دوافع تعظيم النفس ومدحها وتزكيتها بالثناء عليها، وهذا أصل مصدر عامة الأمراض. وقصة الجمع بمعنى شهود أن الأمور كلها من عند الله، لابد أن يكون معه فرق أيضا، بمعنى لابد إذا شهدت الأمور كلها من الله قدرا مقدرة من عنده أزلا، إلا أنك تشهد أنه أمر بالمعروف، أمر بالخير ونهى عن الشر، أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، وأن الناس قد انقسموا حين اختار فريق طاعة الله عز وجل فأرضى الله ورضي عنه، واختار فريق آخر معصيته، فلابد من أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، فلابد من فرق مع الجمع، لابد مع شهود أن الأمر من عنده عز وجل، إلا أنه أحب قوما وكره آخرين، أحب أفعالا هي الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وكره أفعالا أخرى هي الكفر والفسوق والعصيان. والناس قد انقسموا إلى مؤمنين وكفار، أو مؤمنين وكفار ومنافقين وهكذا، فلا بد أن يكون هناك رغبة في ما يحبه الله، والرغبة في رضوانه، وفرار وكراهية وبغضاء لكل ما يبغضه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: هذا بناء على أصول القوم، وأن المعرفة فوق العلم، فإن العلم عندهم هو إدراك المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه، والمعرفة عندهم إحاطة بعين الشيء على ما هو به كما حدها الشيخ، ولا ريب أنها بهذا الاعتبار فوق العلم، لكن على هذا الحد لا يتصور أن يعرف الله أحد من خلقه البتة،
لأن الإحاطة بعين الشيء هذا كيف يحيط أحد بالله علما على ما هو به على ما هو على الحقيقة. وقد قال الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد صلى عليهم 5 صلوات. إذن يعرف الله من وحده ولا يلزم من ذلك أن يحيط به علما. يقول وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه إن شاء الله تعالى. وليست المعرفة عند القوم مشروطة بما ذكروا وسنذكر كلامهم إن شاء الله. وقد ذكر بعضهم أن أعمال الأبرار بالعلم وأعمال المقربين بالمعرفة، وهذا كلام يصح من وجه ويبطل من وجه. فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع أحكامه. إذا العلم محمل على المحمل الاصطلاح العام الذي يشمل علوم الكتاب والسنة، لو في حد هيقول نخرج عن علوم الكتاب والسنة يبقى ضال مضل. احنا حاولنا نأول الكلام على علم أجنبي على علم غريب يؤدي إلى نوع من القسوة واختلط بعلوم الكتاب والسنة عند المتأخرين، فأصبح في علم التوحيد مثلا تجد علم الكلام، تجد في الفقه أنواع الأقيسة والعقلية وغيرها، وتجد في يعني باب الأخلاق والأحوال الباطنة والتصوف يعني بهذا الاصطلاح الذي يستعملونه، أو في باب الإحسان تجد التعريفات والشطحات والمستنكرات، كل هذه حاجات أجنبية تؤدي إلى القسوة. مثل هذه الأشياء اللي فيها إجمال تؤدي إلى نوع من البعد. لكن هو بيتكلم هنا على العلم على إطلاقه بما يشمل علوم الكتاب والسنة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية. فلو أن أحدا قال أن الأعمال يمكن أن تخرج عن حد العلم لكانت مصيبة عظيمة. يقول فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع أحكامه، وإن كانت معرفة المقربين أكمل من معرفة الأبرار فكلاهما أهل علم ومعرفة، فلا يسلب الأبرار المعرفة ولا يستغني المقربون عن العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصلاة والزكاة، بل جعله في أول أوقات دخولهم في الإسلام عارفين بالله. ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين والأنصار، فالناس متفاوتون في درجة المعرفة تفاوتا بعيدا. لذلك يعني لا يمكن أن تكون معرفة حقيقية نافعة تثمر المشاهدة تكون مشاهدة أسماء الله وصفاته ومشاهدة آثارها في القوم، أن يكون الإنسان حاضرا بقلبه مشاهدا لحقائق الإيمان كأنه يراها. يستحيل أن يكون هذا جاريا فوق حدود العلم. العلم يحدد لنا حلالا وحراما وجائزا وممنوعا، وهناك من يريد أن يتجاوز هذه الحدود. المعرفة وطبعا لفظ المعرفة ورد نادرا في الكتاب والسنة، والذي ورد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إليه يعني هذا هو الذي ورد فيه يعني لفظ المعرفة يعني. ومعناه ما هو معنى يعرفك يعني أو تعرف